الأرقام القياسية بموسوعة جينيس، إنجازات يسعى المصريون لتحقيقها خلال السنوات الماضية. من تلك الأرقام ما حققه المصري محمد هشام بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية في رياضة الضغط الماسي بتحطيمه للرقم القياسي المسجل مسبقا بواقع 93 عد الضغط في الدقيقة الواحدة. محمد هشام ابن محافظة الفيوم لم ييأس من تحقيق حلمه بتسجيل رقم قياسي في جينيس، حيث بدأ تدريباته استعدادا للتقدم بطلب للموسوعة العالمية بعدما حطم الرقم المسجل باسم لاعب صيني بواقع 88 عدة في الدقيقة في الضغط الماسي بتسجيل 97 عدة. وخلال 3 أشهر جاء رد مسؤولي جينيس بطلب مقاطع مصورة من مختلف الزوايا لإثبات صحة الرقم. وبعد فحص المقاطع والحكم على صحة كل عدة، جاء رد جينيس بتسجيل رقم 93 عدة في الدقيقة باسم محمد هشام ليحقق حلمه، واعدا باستمرار تحقيق أحلامه بتسجيل أرقام جديدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.